اللي لسه في الصور ده صديق ابراهيم صديقي اللي حضرنا له التكريم يعني نتاعو في واتسوف، وهو يسلمني الدرع يعني الايام يعني الحضور. واش تعني لك التكريمات وانت اللي تكرمت مؤخرا في الاردن؟ التكريمات في الجزائر ما كانش. ما كرموكش في الجزائر. علاش؟ مش عارف. يمكن لي كوني مانيش ملحن، او لي كوني مش عارف، ولا اللي كوني مش موسيقي، او اللي كوني انت عارف يا اخي انتم عارفين يعني. لكن هذا الاقصاء اللي كاين من قبل النخبه، يعني من المفروض انه الان انا نشوف انك انت ملحن لفنانات حتى في خارج الجزائر، فهذا شرف لنا. من المفروض انت اولى بانهم يكرموك على شخصيات اخرى. أنا أول في 97 أو 98 أول من غنى للسلام كأغنية قائمة بذاتها، وكان هذا في القناة الأردنية يعني الفضائية في أول أيام رمضان غنيت للسلام باسم الشعب الجزائري، ثم فخامة رئيس الجمهورية باسمهم غنيت يعني للسلام، ومهدي طبعا لجلالة الملك والشعب الأردني، ورفضت أن أخذ أي شيء لأنه النادي الملكي النادي لازم يسلمك شيء يعني كتعبير، ولكني أنا رفضت. ليش؟ لأنني يعني أمثل شعبنا، مشرع متسول أنا. كنت هناك ملحن يعني، كنت ملحن يعني هناك، ومديت لونا فرح، مديت لأن كنت ما عندهمش مؤسسة حقوق الفنان، فما عنديش ما يثبت. تلقيت هناك مع السيدة وردة، السيدة فلة كذلك يعني في الأردن، ما كنتش تعرفني، ثم لما معرفتني اعتذرت، وحتى انها يعني عملت حركه يعني تثبت انها فنانه وحساسه يعني فعلا. ايش رايك اليوم في قرار اللي اخذته قرار الاعتزال بعد الظلم اللي تعرضت له؟ هي تكذب على نفسها، لن تتوقف، لن تستطيع. علاش في رايك؟ ستعود، دخلها شيء لا يمكن ان تتخلص منه، لا مستحيل. على كل حال هذا أملنا وأمل كل. وشنو الحركة ربما أنت ما أنا حبيت نعرف الحركة اللي عملتها فلة واللي خلتها يعني بعد سنوات أنك مازال. لا هذه في لما ليش؟ هي كانت تعتقد أنني موظف بالسفارة، أنا سعد السفير عبد الحميد شبيرة اللي هو نفس الاسم مع الملحن الكبير ربي شافي أستاذنا الكبير عبد الحميد شبيرة. أنا رحت على رجال بريس، ما كانش بريس في الأردن. بريس من 19 رحت للسفارة. دخلت للسفير قلت له سعد السفير ماني محتاج والو، عندي المصاري عندي الدراهم عندي كلش، بريس محتاج بريس قهوه. بدا يضحك وطلب من زوجته وجبت لنا بريس وكله يعني خلاص. ثم لما جات السيده فله قال لي استاذ احمد لازم تكون معاهم، انت راك تعرف اللهجه السوريه، وانا من ثقافتي نبحث عن بعض المصطلحات حتى لا نذكرها، وقد تكون هنا لا تذكر او هنا وهكذا. فعرفت بعض المصطلحات. من ضمن الأغاني كانت فيها أغنية من الشرق الجزائري عاشق ممحون، فقلت لها لا الأغنية دي لا. ليش انت لا مش عارف كذا؟ يا ودي لا، لأن فيه كلمة هنا عيب لو غنيتيها، ولا وزير ولا إعلام ولا نيلة ولا حاجة. غنوها بزاف. نعم غنوها بزاف هالأغنية. لا هناك كلمة هناك عيب بصراحة ما تقلش يعني. جميل جميل. فبعدين عيطت لزين وربي يرحمه وعازف الإيقاع، أخبرته قلت له يعني قال لي قول والله، قلت له والله العظيم. فراح قال السيدة فلة العالم ألغتها السيدة فلة صراحة يعني. بعدين درنا سعادة السفير في قصر السفارة، درنا يعني مأدبة عشاء، فرحت انا شو معي العود، هي تحسدني خدام ثم، وكان عندي تعديل عامله على العود معتمد في الاردن. تعديل سنتحدث فيه من اخر. لما سمعت قلت منين جاي هذا النغم؟ شكون اللي دار هذه الحياه هذه؟ لان الفرقه كانوا قعود. قال سعد السفير قال اصبرنا، قالت لي عاود باش ناكد باللي انت يا ودي. قلت لها علاش؟ قالت لي عاوده، عاودت الفعل الجمله ذيك. قالت لي انت ما حقناش نقعدوا مساميك، حقنا نقعدوا عند رجليك، ما نقعدوش
شكون انت؟ وقعد تشد فيا وقالت لي المفروض تقول لي وتخبرني باش نقدمك تعزف وباش كذا ويا اخي. وانت صراحه صح معروفه اصلا بهذه المواقف سلطان الطرابي. ان شاء الله في المستقبل نشوفوا تعامل مع بعض، نروح نشوفوا صوره اخرى.